مساء الخير عليكم. النهاردة ريفيو عن باليت روج جي كات، هي بديل أرخص لأنستازيا. هي يعني زي أنستازيا في الشكل وفي برضو في البيجمنت، بس طبعا أنستازيا أقوى. دي الباليت معانا اهي، طبعا مستخدمة منها كتير شوية اهي من جوه. هي تحفة بصراحة، وألوانها حلوة جدا جدا وثابته ثابته، بس مع الاكل اللي فيه دهون مش ثابته، يعني هتروح، هتحتاجي ان انت تحطي منها كذا طبقه بس. لكن غير كده هي مع الشرب العادي، مع الاكل العادي، ثابته وجميله وطريه جدا جدا على الشفايف. هي مط، بس مط كريمي، يعني هي مش مط قوي اللي هي بتنشف الشفايف، لا هي كريمي كده. بصوا عملتلكوا سواتش منها، ثواني، مثلا اللون ده اهو، دي حاجة بسيطة، شايفين؟ تحفة بصراحة، ألوانها قوية وجميلة. اللون ده اهو، شايفين؟ الألوان واضحة جدا، الوان تحفه، وفيها الوان تنفع بالنهار زي اللون ده واللون ده وده. طبعا الناس هتسال ايه الاسود وايه الاصفر وايه الابيض ديت، احنا محدش بيحط يعني روج اسود واصفر وابيض، لا هم دول عشان خاطر لما بتخلطي الالوان ببعض ممكن بتغمقي بالاسود، تغمقي اللون بالاسود، وممكن تفتحيه بالابيض، وبرده الاصفر ان انت بتخلطي بيه بتظبطي الالوان بيه بس كده. هي تنفع للسواريهات لو حد عايزها لشغل، يعني تنفع للسواريهات وتنفع برضو للخطوبة، وهبقى اقول لكم ازاي تخليها يعني ثابتة اكتر لو هتستخدميها لخطوبة وكده. وبرضو بقى تنفع للبنات العرايس، ان هما بدل ما يشتروا الوان كتيرة، الوان روش كتيرة من اماندا او فوريفر والحاجات دي، الالوان بتاعتها بحاجة 70 و100 وحاجة، دي سعرها السيلر يعني بيبيعوها من 500 ل 560 550. انا كنت جايباها ب 560 او 550 حاجه كده، يعني مش هتفرق. بس وفي ناس بتباعها ب 500 بس. هي بصراحه تحفه جدا وموفره قوي، وتقدري تطلعي منها الوان كتيره جدا. اهي دي البروش بتاعتها، تمام، هي دي بتمكسي بيها الالوان، وبتحطي طبعا الروج بدي بالفرشه اهي، تمام. وهنا في العلبه في اللي هي الدرجات ازاي تخلطيهم ببعض وتطلعي الالوان دي، وفي طبعا خلط كتير للالوان، مش دول بس، يعني في حاجات كتيره قوي. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هقول لكم عن هوريكم ازاي بنمكس الالوان ببعضها، بنخلطها ببعضها وبتطلع لنا الوان تحفه جدا. انا عايزه اوريكم كمان اللون ده عشان بحبه قوي، بحب قوي قوي اللون ده، بصوا. لكن انا لسه ما جربتش بصراحه الفوشيا ده وده ولون كتير، يعني لسه ما جربتهوش. ما تنسوش يا بنات تعملوا لايك للفيديو، كمان تعملوا لي اشتراك، وجنب كلمة اشتراك هتلاقوا الجرس فعلوه، وهو اكيد هيعجبكم الفيديو ان شاء الله.